راح نذهب ونتابع حركة الشوارع في الوقت الحالي. تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة من الإدارة العامة للمرور منطقة الشويخ زميلة عايشة أحمد. عايشة صباح الخير ويعطيكم العافية على هذه التغطية. يعني شلون المشهد حاليا في الإدارة العامة للمرور؟ صباح الخير مها وصباح الخير متابعين برنامج العالم. هذا الصباح بالفعل منذ ساعات الصباح الأولى وإحنا متواجدين هني من الفجر. طبعا كان في أكو اشتداد للأمطار منذ الليلة السابقة والماضية. منذ فجر أو منتصف الليل من الليلة السابقة ازدادت شدة الأمطار على مناطق متفرقة من دولة الكويت، وهناك تعامل مع البلاغات المتواجدة هني في غرفة التحكم التابعة للإدارة العامة المرور، خلية النحل حقيقة في الاستجابة مع هذه البلاغات ل112 وهو رقم العمليات لأي طارئ. طبعا على الجميع توخي الحذر بأمطار الخير وترك مسافة بين المركبات، وأيضا الابتعاد عن أي تجمع للماء مع عدم، أو الابتعاد قدر الإمكان عن تشغيل الفلاشات لعدم حدوث أي ربكة. لمزيد من التفاصيل معنا ضابط تحكم النقيب عثمان الدلحذي، راح حدثنا أكثر عن حركة المرور والانسيابية في طرقات الكويت. يعطيكم العافية من الصبح اللي موجودين، عساكم على القوة. خلية نحل، حدثنا عن الانسيابية في الطرق، وهل تم في هناك أي إغلاق لهذه الطرق؟ أول شيء صباح الله بالخير وعلى إخواننا تلفزيون الكويت. طبعا والله الحمد إن شاء الله تكون علينا أمطار خير. طبعا الآن عندنا مثل ما أنت شايفة بالكاميرات اللايف قاعد نتابع بشكل كامل جميع تقاطعات دولة الكويت والأهم الطرق الرئيسية. طبعا لله الحمد الأمطار من بلشت ليه الحين بدأت الآن في تسكير على بعض الأماكن، خاصة الشوارع الداخلية. الشوارع الرئيسية لحد الحين ما في أي تعامل، فقط في إشارات خربانة، تقاطع، تجمع خفيف، أغلب ما يكون على الحارة اليمين. على الحارة اليمين يكون تجمعات المياه، وقاعد يتعاملون وياها أخواننا في الدوريات، وقاعد نوجه لهم البلاغات بشكل كامل. أغلب البلاغات اللي تم الاستجابة لها هنا في غرفة التحكم، طبعا حنا اصحاب الاختصاص بشكل اول بخصوص الكاميرات، كذلك التقاطعات. الان قاعد تجينا في مشاكل على التقاطعات، سواء الاشاره تكون معلقه على الضوء الاخضر او الاحمر او الى اخره، كذلك يكون عطل بالاشاره بشكل كامل. كذلك قاعد نشوف عندنا وقاعد نوجه الدوريات على الفرعيات الرئيسيه اللي على الشوارع العامه خصوصا مسكره، او الشوارع الداخليه اللي قاعد تكون مسكره بشكل كامل. رسالة تحذيرية توعوية للأشخاص، خاصة أنهم المفروض أنهم يطلعون فقط للطوارئ أو المتواجدين حاليا، كون نحن الحين في عطلة نهاية الأسبوع وأيضا السنة الميلادية الجديدة، حدثنا عن بعض التحذيرات والرسائل التوعوية. أولا طبعا لله الحمد بخصوص الأمطار، اليوم عطلة رسمية للدولة بشكل رسمي، دولة معطلة، فما في أي شيء طارئ أو مهم بخصوص الشخص يتوجه له. طبعا الرؤية قاعد تصير خصوصا بالشوارع الرئيسية بخصوص الأمطار، كذلك الماي قاعد يطير من السيارات اللي هو عن طريق التواير، قاعد تصير رؤية شبه معدومة، أقل من كيلو التمهل، السرعة لازم تكون أقل من 100 إلى 80. الكل يكون يلتزم بسرعة الشارع، كذلك عدم تشغيل الإنارة الرباعية اللي هو الفليشر الرباعي للمركبة إلا في حالة الوقوف التام، عدا ذلك عدم الخروج. كذلك تأكد من إطارات المركبة اللي هي تواير السيارات أو من المساحات بشكل كامل. نعم، شكرا جزيلا. هذه كانت رسالة وزارة الداخلية وبالأخص غرفة التحكم التابعة للإدارة العامة للمرور. يجب أن نتكاتف كلنا يدا واحدة للتقليل من أي أضرار ممكن أن هي تصير، والاستجابة لهذه الرسائل من كافة الجهات المعنية في موضوع الطوارئ وحالة الطوارئ التي تمر بها البلاد. وإن شاء الله بإذن الله نعدي هالمرحلة هذه وأمطار خير دون أي أضرار. عودة للاستديو. جزيل الشكر لك يا عائشة أحمد، وطبعا أكيد جزيل الشكر لضيفك الكريم.